السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رياض ومدارس الوطن العربي، مرحبا بكم طلابي الأعزاء في بداية أسبوع جديد. اليوم الأحد، سنتعرف سويا لعملية جديدة في الرياضيات، وهي عملية القسمة. سنستمتع سويا في الوحدة الجديدة في مادة الرياضيات، القسمة. إنها سهلة وممتعة. عملية القسمة سنتعرف سويا لمفهومها وإشارتها الجميلة. هيا معا. لدينا هنا طالبين مرتبين جميلين مجتهدين مثلكم، كل منهم يريد أن يرسم ويلون. وهنا لدينا عددا من الأقلام، أقلام التلوين. كم قلم لدينا هنا؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، 10 أقلام تلوين. نريد أن نعطي كل طالب منهما مجموعة من الألوان. نقسم هذه الألوان على طالبين، نقسم أو نوزع 10 أقلام على طالبين اثنين. 10 تقسيم 2، أقسم 10 على 2. يا ترى كم قلم تلوين سيأخذ كل طالب منهما؟ كم قلم؟ لنعرف سويا. طالب منهما أخذ مجموعة من الأقلام، كم حصل كل طالب منهما على كم قلم؟ 1 2 3 4 5، حصل الطالب على 5 أقلام. لنرى الطالبة على كم قلم حصلت. 1 2 3 4 5، إذن بالتساوي. عملية القسمة، نوزع بالتساوي، نوزع مجموعة الأقلام عليهم بالتساوي. 10 أقلام، كل طالب حصل على 5 أقلام بالتساوي. لننظر هنا، لدي مجموعة من الأقلام أيضا، أريد توزيعها هذه المرة على 4 طلاب بالتساوي، لكن كم قلم لدي؟ 1 2 3 4 5 6 7 8، 8 أقلام أوزعها أو أقسمها على 4 طلاب بالتساوي. كم قلم سيحصل كل طالب على كم قلم؟ سيحصل كل طالب من هؤلاء الطلاب الأربعة. لنقسم سويا 8 على 4. أحسنتم، لقد حصل كل طالب على قلمين اثنين. إذن الطالب الأول حصل على قلمان، والطالب الثاني أيضا قلمان، والثالث قلمان، والرابع قلمان. إذن القسمة، أوزع المجموعة الكبيرة بالتساوي لكل طالب منهم. كل طالب حصل على 2، لا يجوز أن يحصل طالب على 3 أقلام وطالب على 2 وطالب على 4، لا، لا يجوز، يجب أن يحصل كل طالب على عدد متساو من الأقلام لتصبح عملية القسمة صحيحة ومتساوية. تضح لنا الفرق بين الضرب والقسمة. ما الفرق عزيزي الطالب بين الضرب والقسمة إذن؟ الضرب جمع متكرر، لقد قلنا سابقا أن صديق الضرب هو الجمع، وصديق القسمة هو الطرح. القسمة طرح متكرر، أما الضرب جمع متكرر. لأن القسمة في كل مرة أقوم بتقليل عدد الأقلام، مثلا حين أوزعها على مجموعة من الطلاب أقلل من العدد الكبير عندما أوزع، أما الضرب أزيد في كل مرة ليصبح العدد أكبر. المجموعات أولا ثم العناصر، بحيث أن العدد الأكبر دائما هو الناتج، العدد الكبير عزيز الطالب هو الناتج. أما في القسمة، العناصر أولا ثم المجموعات، لأن العدد الأكبر دائما هو المقسوم. حسنا، ما هو المقسوم؟ سنتعرف سويا إلى المقسوم في درسنا التالي. سنتعرف إلى المقسوم، لكن لدي أجزاء أخرى
غير المقسوم. سنتعرف الآن إلى أجزاء عملية القسمة لنستمر ونستمتع سويا في عملية القسمة لمسائل مختلفة. من خلال السؤال التالي سنقوم بتقسيم 15 دائرة على 3 مجموعات بالتساوي. انظر وركز إلى كلمة بالتساوي، إذا لم يكن بالتساوي فسيكون الحل خاطئ، يجب أن نقسم بالتساوي لنتعرف إلى أجزاء القسمة سوية. لنرسم هنا 15 دائرة ونقسمها على 3 مجموعات بالتساوي. لدي هنا 3 مجموعات، سأقوم بتوزيع 15 دائرة عليها حتى أصل إلى الناتج. لنرسم سويا حتى نصل إلى العدد 0، سأقوم بتوزيع. سنبدأ برسم 15 دائرة كهذه الدائرة في كل مجموعة من المجموعات إلى أن ننهي 15 دائرة. في كل مرة سنضع دائرة في هذه المجموعات حتى ننهي 15 دائرة. واحدة هنا، واحدة هنا، واحدة هنا، 3 دوائر، 4، ونعيد هنا الرسم. كم دائرة أصبح لدي؟ في كل مرة سأنهي 15 دائرة في كل مرة. بالتساوي. لنعد الدوائر جميعها سويا، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15. إذا قمت بتوزيع 15 دائرة على 3 مجموعات بالتساوي. 15 تقسيم 3 ويساوي 5، إذا في كل مجموعة 5 دوائر. الناتج يكون عدد العناصر داخل المجموعة، عدد العناصر داخل المجموعة. إذا نتعرف من خلال ما يلي إلى أجزاء عملية القسمة. أجزاء عملية القسمة هي المقسوم، وهو العدد الأكبر، العدد الأول المقسوم. أما العدد الذي بعده أسميه المقسوم عليه، وهو عدد المجموعات الثلاثة المقسوم عليه. 5 الناتج، إذن الإجابة دائما أسميها الناتج. أجزاء القسمة لنردد سويا، المقسوم، المقسوم عليه، الناتج، المقسوم، المقسوم عليه، الناتج. لو أردنا إيجاد ناتج القسمة لما يلي من خلال الرسم، كيف سنقوم بحل هذه المسألة؟ 10 تقسيم 5 يساوي، الناتج غير موجود، لكن من خلال الرسم سأقوم بإيجاد ناتج القسمة. دائما عزيز الطالب أرسم 5 مجموعات، أو العدد اللي في الوسط، العدد اللي في الوسط هو عدد المجموعات. دائما في القسمة أقوم برسم مجموعات، العدد اللي في الوسط هو عدد المجموعات في هذه المرة، عدم يعني الخربطة بين القسمة والضرب، لأنه عدد المجموعات في عملية القسمة هو العدد اللي في الوسط. 5، إذن أرسم 5 مجموعات، وفي كل مجموعة سأقوم بإيجاد الناتج وليس العشرة. الناتج هو الذي سيكون داخل كل مجموعة. لننظر سويا، قمت برسم 5 مجموعات، لكن يا ترى هذه 5 مجموعات ماذا سأوزع عليها؟ ماذا سأرسم بها؟ سأقوم بتقسيم العشرة على 5 مجموعات. تقسيم العشرة على 5 مجموعات، هكذا أرسم، أقسم 10 عناصر على 5 مجموعات بالتساوي حتى أنهي العشرة. لقد قمت بتوزيع 10 عناصر على 5 مجموعات، وكل مجموعة قمت برسم عنصرين داخلها،
واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة، قمت بتوزيعها بالتساوي على خمسة مجموعات، كم عنصر في كل مجموعة؟ عنصران. إذن ما ناتج القسمة 10 تقسيم 5؟ نعم، الناتج 2. الناتج هو عدد عناصر مجموعة واحدة، العناصر الموجودة في المجموعة الواحدة هو ناتج القسمة لنا. لا ننسى أن أجزاء القسمة هي المقسوم والمقسوم عليه والناتج. لذلك على دفاترنا الجميلة وبخط مرتب عين أجزاء القسمة لما يلي: المقسوم والمقسوم عليه والناتج. ثم جد ناتج ما يلي من خلال الرسم: عمليات قسمة مختلفة 4 تقسيم 2، 25 تقسيم 5، و2 تقسيم 3. كم مجموعة سأرسمه هنا؟ انتبه عزيزي الطالب ولا تنسى أن القسمة عملية توزيع بالتساوي، عملية توزيع بالتساوي. أنا طالب مميز، أكتب إشارة القسمة بشكل صحيح. أنا إشارة القسمة، اكتبني بشكل صحيح. أشكركم طلابي الأعزاء.